رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل في قصر قرطاج سارة زعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة أيضا بتسيير وزارة النقل. رئيس الدولة أكد في هذا اللقاء على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للنقل العمومي، لأن النقل صار معاناة يومية داخل المدن وبينها، وهذا الوضع جاء نتيجة لتخلي الدولة عن النقل العمومي بداية السنوات 90 من القرن الماضي، وزاد استفحالا عاما بعد عام. ففي تونس الكبرى على سبيل المثال تقلص عدد الحافلات في ظرف 10 سنوات من 1157 إلى 350 سنة 2024، هذا فضلا عن عربات المترو التي تأكل أغلبها والقطارات التي لم يقع التعهد بها منذ أكثر من 40 سنة. ودعا رئيس الجمهورية إلى اقتناء عدد من الحافلات بصفة عاجلة للتخفيف على الأقل من المعاناة المستمرة للمسافرين، وأعداد استراتيجية لإعادة المرفق العمومي للنقل وتطويره للاستجابة للحق المشروع للمواطنين في هذا المرفق الحيوي. كما دعا رئيس الجمهورية إلى مواصلة توزيع المساكن الاجتماعية وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل في إطار شفافية كاملة، وأشار في هذا الإطار إلى أن عمليات التوزيع التي تمت في عدد من ولايات الجمهورية قبل بها الجميع لأنها تمت في إطار احترام كامل للنص الذي ينظم عملية التوزيع، ولا كما كان الشأن في السابق بناء على الولاء لهذه الجهة أو تلك أو نتيجة للانخراط في شبكات الفساد. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستدعي إلى قصر قرطاج سلوى العباسي وزيرة التربية، وأكد في هذا اللقاء على ضرورة إيجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر، وذلك بالاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوقهم بل تنهي عديد الأوضاع المأساوية التي ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لو تم منذ سنوات معالجة هذا الموضوع بطريقة واضحة وسليمة وتضمن حقوق المعنيين وحقوق الناشئة على حد السواء. كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع للتعهد بالمنشآت التربوية خاصة، وأن الاعتمادات المرصودة متوفرة، هذا فضلا عن استعداد المواطنين للمساهمة في عملية التعهد والصيانة. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستعداد من الآن للعودة المدرسية والعمل أيضا على توفير الحماية للتلاميذ ولمحيط المدارس والمعاهد إلى جانب النقل، وشدد على أن أهم مكسب لتونس هو التعليم، وأن أثمن ثروة هي الثروة البشرية، وأهم حصن ضد كل أنواع الإرهاب والاستيلاب والانحراف هو التعليم الوطني الذي يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، ونحن على أبواب العودة المدرسية قريبا في 15 سبتمبر القادم. الجديد في ملف الانتخابات، بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 من أعضاء الحملة الانتخابية لنزار الشعري أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح للرئاسية 2024 نزار الشعري، مع إحالتهم على الحالة التي هم عليها إيقاف على المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ما هو منسوب إليهم. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت ليلة الثلاثاء الماضي لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالجورجاني بالاحتفاظ ب3 من أعضاء الحملة الانتخابية للمترشح نزار الشعري، من بينهم صحفي وإطار عسكري متقاعد، وذلك من أجل شبهات تدليس تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية لهذا المترشح. في نفس السياق، السجن مع النفاذ العاجل في حق 4 نساء جمعنا تزكيات بمقابل مادي لفائدة مترشح للرئاسية. أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء حكم جزائي حضوري يقضي بسجن 3 نساء لمدة 2 وحكم غيابي بالسجن لمدة 4 سنوات في حق امرأة رابعة محالة بحالة فرار مع النفاذ العاجل وحرمانهن جميعا من حقهن في الانتخاب لمدة 10 سنوات
وذلك من أجل جمع تزكيات بمقابل لفائدة أحد الأشخاص الذين أعلنوا عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة حسب ما صرح به ناطق رسمي باسم هذه المحكمة علاء الدين العوادي. وحسب نفس المصدر فأنه استنادا إلى أعلام صادرة عن فرقة الشرطة العدلية بجندوبة أذنت النيابة العمومية بفتح محضر من أجل تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين ضد 4 نساء قبل سماع 3 منهن، ولا يأكدنا في محضر البحث أنهن تلقين وعودا بالتشغيل من الجهة التي ينشطون لفائدتها وقد تم الاحتفاظ بهن، وحالة الرابعة وإحالة الرابعة في حالة فرار. بخصوص عبير موسي، وضح حضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس أثناء تصريح إعلامي أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لم تسحب أنموذج التزكية الشعبية للترشح للانتخابات الرئاسية بموجب توكيل خاص حسب الشروط اللي وضعتها الهيئة بالنسبة للمدعين بالسجن. وأشار إلى أن موسي لم تسحب توكيلها لأن محاميها توجه للهيئة بإعلام نيابة وهذا لا يكفي، وأنه يتعين عليه تقديم توكيل قانوني. وكشف بوغطاس أن لطفي المرايحي وعماد الدايمي سحبوا استمارة التزكية بموجب توكيل خاص. وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس أن الحديث عن البطاقة عدد 3 والحصول عليها من قبل راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية أخذ أكثر من مداه، واعتبر أن العديد من الإشكاليات تطرح هي من باب التزايد. وقال بوغطاس أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية منذ مدة وأجرت جلسات عمل مع مختلف هيكل الدولة، وشدد على أنه كان هناك التزام كبير وتعاون بما في ذلك البطاقة أعداد 3. كذلك بوغطاس قال أنه إجراءات الترشح للرئاسية لم توضع لإقصاء أي مترشح، وأن هذه الإجراءات موجودة في قانون 2014، واعتبر أن التعلل بضيق الوقت مجانب للصواب لأن موعد الانتخابات معلوم منذ مدة وشروطها أيضا معلومة منذ مدة، وأكد أن الإجراءات لن توضع لإقصاء أي مترشح وهي موجودة في قانون 2014 ودستور 2022. قال زيدا بخصوص البيتروا أنه 18 مترشح للرئاسية ما تحصلوش على البيتروا بسبب سجلهم العدلي، في حين البقية تحصلوا. يعني يقول أنه من إجمالي 114 شخص سحبوا الاستمارة، 114 شخص اللي بشي يشاركوا في الانتخابات معناه سحبوا استمارة التزكيات، استجابت مصالح الداخلية ال 96 مطلب أعطاتهم البيتروا، من بينهم شكون سحب وثيقته فعلا واخرين ما تزال وثائق على ذمتهم في المراكز ولم يسحبوها، ما عليهم كان يتوجهوا الى مراكز الامن لسحب هذه البطاقات.